عالمي كيف ما الاسم ديالو كيدير اليوم عالمي للموسيقيين، يعني العالم كله كيتحتفل به، وحتى حنا بدورنا مع الاساتذه في المعهد الموسيقي للقنيطره حاولنا ندمجوا ما بين الحفل الختامي ديال نهايه السنه مع اليوم العالمي للموسيقى، وادينا فيه حتى حنا اغاني انا والابنه ديالي، ادينا اغنيه يا بلدي ديال داليدا اللي كانت تغنات في 1979 ياك استاذ 1979، وتغنات من طرف بزاف ديال المغنيين، وحنا بدوري كتعجبني هذه الاغنيه دونك ديتها هذا اليوم باش كان بيا المشاركه ديالي انا في اليوم العالمي للموسيقى. دونك انا تشرف لي انني نشارك في اليوم العالمي للموسيقى مع مشاركه مع المعهد الوطني ديال القنيطره، وكنت شاركت مع الام ديالي اللي هي استاذه ديال السولفيج في المعهد النيت، دونك غنينا واحد الاغنيه ديال حلوه يا بلدي، والحمد لله داز داكشي مزيان زعما احسن من يكون اللي كنتوقعوا، والجمهور كان متفاعل معنا واحد الدرجه مزيانه بزاف، وكنشكر من هذا المنبر وكنشكركم حتى نتوما بالحضور ديالكم، وكنتمنى ان الجمهور يكون عجبو الاداء ديالنا بحال اللي حجبنا حتى حنايا كنا الي سيغ سان، والحمد لله على اي حال. كان ولينا كنديروا دي ريبريز، يعني ولينا كناخذوا مثلا اغاني قدام وكنحاولوا نديروا واحد اللمسه مثلا معاصره كيف ما كنقدروا عليهم بيان سو، وكنحافظوا على لا باز ديال الاغنيه الكلاسيكيه القديمه مثلا، ولكن كنديروا واحد اللمسه ديالنا خفيفه، وكنحاولوا ما نخسروش الاغنيه الكلاسيكيه اللي عندها قصه وعندها تاريخ. مساء الخير، هاجر انتصار، طالبة بالمعهد الموسيقي بمدينة القنيطرة، واليوم شاركت في الحفل الموسيقي اللي كان في المركز الثقافي، شاركت بأغنية سعاد محمد أوعدك، وكانت بقيادة المايسترو نور الدين شنيقر والفرقة الموسيقية، وداروا معنا مجهود بزاف باش على قبل هذا النهار هذا، ونتمنى يكون الأداء ديالي عجبكم.